3 باحثة في جامعة القاهرة تحقق إنجازا في علوم الطاقة. نشوف بقى المستوى، طالبة الصفر خدت قد إيه اهتمام إعلامي، معدين قاعدين طوابير، إعلاميين في الاستوديو وعلى التليفون، مسؤولين كبار وصغار بيقابلوها، واهتمام وانشغال في كل الدولة المصرية بطالبة الصفر. طب هل حد انشغل بإنه في باحثة ممتازة بتعمل رسالة دكتوراه اسمها منال متولي؟ هذه الباحثة توصلت إلى ابتكار حين تتم إجراءاته النهائية هنكون قدام إنجاز علمي واقتصادي عظيم، إنجاز هيوفر مليارات الجنيهات. النهاردة في جامعة القاهرة كلية الهندسة الباحثة منال متولي راحت هناك واتكلمت عن هذا الوقود المعدل. الباحثة عملت إيه وهي بتشتغل في رسالة الدكتوراه؟ بقى 5 سنين بتشتغل في الرسالة على حسابها على نفقتها الخاصة. اشتغلت على وقود معدل. الوقود المعدل ده من مادة الميثانول، ودي مادة موجودة منتجة محليا في مصر. بتاخد الوقود المعدل ده تضيفه لبنزين 80 يبقى بنزين 92 أو بنزين 95. طبعا الموضوع في منتهى الأهمية، نتكلم على مادة كيميائية أو تركيبة كيميائية، معادلات معقدة جدا علميا، إنما في النهاية في مادة هتضاف إلى بنزين 80 ترفع مستوى إلى بنزين 92 أو بنزين 95. ده معناه إن البنزين اللي إحنا بنستورده ممكن ما نستوردش هذا البنزين. ده معناه بنزين 80 هنرفع مستواه دون الحاجة إلى استيراد. ده معناه هنوفر مليارات الجنيهات. ده الكلام اللي يستحق الاهتمام العلمي. ده المستوى اللي مش هيخلينا في مستوى الصفر، وإنما هيخلينا في مستوى لائق تحت الشمس. هذه الباحثة اللي جامعة القاهرة النهاردة أعلنت عن هذا الاكتشاف، أتمنى إن السيد رئيس الوزراء يستقبلها وإنه يستمع إليها ونشوف هذا الابتكار الذي تم تسجيله محليا ودوليا واللي أنفقت عليه من مالها الخاص أثناء إعدادها لرسالة الدكتوراه. أتمنى إن الحكومة تبحث عن هذه الباحثة أو تكلم جامعة القاهرة علشان تصل إليها وتستمع إليها، وإذا احنا وصلنا فعلا للتجارب النهائية المقبولة بيئيا وعلميا بالمعايير المصرية والدولية، يبقى احنا ينبغي فورا أن نشرع في هذا الأمر. في هذه الحالة هنوفر مليارات الجنيهات بفضل ابتكار علمي لباحثة مصرية.